استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بمجلس سموه العامر بقصر الوادي. استقبل الجهات الرسمية والشركاء والرعاة واللجنة المنظمة العليا والمساهمين في نجاح بطولة أقوى رجل بحريني التي أقيمت تحت رعاية سموه وبتنظيم من المكتب الإعلامي لسموه تحت شعار خلك وحش في شهر فبراير الماضي، والتي وجه سموه بتخصيص ريعها لدعم مرضى السرطان، والتي تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجالين الرياضي والإنساني. وفي بداية اللقاء نقل سموه تحيات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته بدوام التوفيق والنجاح للجميع، وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة للجهات لدعم مبادرات سموه، لا سيما بطولة أقوى رجل بحريني التي شهدت تسجيل مشاركة كبيرة تعد الأعلى حتى على مستوى بطولة العالم. وأضاف سموه أن هذه الرعاية من الجهات هي نابعة من المسؤولية الوطنية تجاه المجتمع البحريني الواحد لتعزيز الأواصر الاجتماعية والتعاون والتأكيد على الوطنية بين الشباب والسعي الدائم على تشجيعهم نحو ممارسة الرياضة كوسيلة لحياة أفضل وتشكل فرصة لإطلاق طاقاتهم الرياضية واختيار أبرز العناصر لتمثيل الوطن في المشاركات القادمة، مشيرا سموه إلى أن ذلك كله يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة للاهتمام بالشباب. وأكد سموه أن المجتمعات المتقدمة تضع الرياضة دائما كوسيلة لتحقيق العديد من المنجزات على مستوى رعاية ودعم الحالات الإنسانية وذوي العزيمة، ولذلك وجهنا اللجنة المنظمة العليا بتخصيص ريع هذه البطولة لدعم مرضى السرطان، واعتمدنا مشاركة المكفوفين وكبار السن، مؤكدا سموه في الوقت ذاته أنه مستمر في إطلاق المزيد من المبادرات التي تثبت أن البحرين وجهة حضارية في الجانب الرياضي والإنساني. وقد قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتكريم الشركاء والرعاة واللجنة المنظمة العليا في بطولة أقوى رجل بحريني، كما كرم سموه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أقيمت على هامش البطولة، كما قدم سموه هدية تذكارية لسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي بمناسبة تحقيقه المركز الأول في فئة الوزن المتوسط. من جانبهم أعربت الجهات الرسمية والشركاء والرعاة المساهمون عن سعادتهم الكبيرة لرعاية ودعم مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدين أن هذا يعد واجبا وطنيا لتحقيق الأهداف النبيلة التي رسمها سموه والتي تعنى باحتضان الشباب البحريني وتطوير الرياضة ودعم فئات ذوي العزيمة ورعاية الحالات الإنسانية، مؤكدين الاستمرار في شراكتهم مع جميع المبادرات التي يطلقها سموه.